كنكسيري قلبي كيضرب صح. الا كنكسيري قلبي كيضرب تقيم فاستمر لانه الاسلام اذا ما اسعدنيش وما فرحنيش وما يرحنيش تطلع عليا مشي بحالك مشي بحالك سير بحالك سير. جريت عليها ريطتني ريطتني ودخلت على خيعيه فيني سير بحالك لبيتك. هذا القط يا صاحبي كيحمق جينا عندي البيس ديالي ولا في اي بلاصه كنكون فيها كتجي عندي. معلينا صباح النور عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع عمر الطنجاوي الخاوي ديالي. عرفتوا شحال الساعه دابا كنقول لكم انا صباح النور دابا الخاوي ديالي السبعه قلقسم ايدا كل السبعه قلقسم عين مو في ديك الجوايه. جيت من الخدمه مع ديك الاربعه نتوما كتعرفوا انا كنفيق في الاربعه ونص كنخرج من الدار الاربعه ونص كنفيق في الخمسه كنخرج من الدار كيجي الدار حتى الاربعه العشيه. جيت اخاي ودو الشرب ضربت واحد النعيسه. شو لا جلسه عامله جلسه دمولك جيب ليا اجي هنا اليوم النهار مزيون جميل جدا ولهذا اليوم معروض واحد العراسيه دي التيم وانا معروض ليله ثلاث ايام وانا كنتسنى يعني ثلاث ايام وانا معروض ليله. السعداني العائله السعداني عندهم العراسيه اليوم وقال لك سيدي مرحبا بك معنا في هذه العراسيه. دابا انا جيت من العمل ونعست واحد ساعه المكانه هيداك ودابا خصني نلبس عليا ونمشي للعراسيه. اخي ما عندنا ما نعملو خادير السعداني عرفنا العراسيه ديال السعداني خصنا نمشيو لها ضروري. العائلة السعداني كاملين كيعرفوني وكنعرفهم وكنحتارفهم وكيحتارموني ميمكنشي منمشيش للعراسيه ديال السعداني يعني واخا واحد العقل كيقول لي رجع سنعس واحد العقل كيقول لي لا نوض ضروري نمشي للعراسيه حتى انا باقي ما تغديتش وعاد قريبه ماشي شي حاجه بعيد ماشي بعد بزاف غير هنايا في الحومه واحد القاعه ديال العراسه ديال المغاربه كيكريوها هنايا. ولي هذا عجي مورايا السعداني دابا كنتسنى في السعداني قال لك مع السبعه هيداك مع ديك السبعه د المغاربه واقيلا هي السبعه ونص وزيد عليها ديال السعداني عتكون هي الثمانيه يعني الثمانيه عاد عجي مورايا السعداني وانا ما عنديش الماء شنو نلبس ما نعرف حيتاش انا وصلت لواحد المرحله في حياتي اللي نسيت راسي ما بقيتش كنشري الحوايج لراسي عندي الحوايج ديال 3 سنين لاباسني باقي كنلبس فيهم ما عنديش شي حوايج اللي غنمشي بهم ما نلبس شي قميص ولا شي صاره ولا شي سبردينه وبعدين نخرج حتى وصلت من هذه المرحله هذه اي واحد كيوصل لها ملي كنا باقي صغار كيعجب نشري ونبانو مزيونين ونبانو بوكوسين باوكسين يعني. دابا لا ما بقيناش كنتسوقوا راسنا الا ما شراو لي شي حوايج شي واحد يشري لي بحال دابا العائله الوالده تشري لي شي لعبه ولا شي صديقه هيدا فهمت حيت اصدقاء مره شي صديقه كتشري لك شي حاجه فهمتي هذه عادي فهمتوني. دابا غادي نشوفو نخرقوا علينا اللي كان اللي جبارصو غنخرقوا عليا ونمشي طامبوكو انا ما ماشي شي جوج انا ماشي نتعشى وعندي نمشيو نتعشاو ونعملوا الصواب اخاي باللي حنا راه جينا الله يكمل عليهم بالخير. شنو خصك اي مجا عندي شوف تجبد عليا هذا شنو خصك ولادك الليل نتي اش كتعمل هنايا كيضرب فيك الهواء بقى لا والو زهر ما بقى لا والو زهر والله الا كتبقى تهضر معايا بعد النوبه كتسمع لي ميو وانا كنجاوب عاوت ميو جيب ليا شي العدسيه تجيب ليا ميو ميو لبسوا علينا فين هما وليداتك جبليا ها هما وليداتك. انا قلت لكم السعداني عنده توقيت خاص انا كنعقبه دابا 8:30 نعم اسيدي وباقي ما جاش جا هز واحد هز صاحبي اللي ساكن معايا داه للدار ديالو باش يعسلو على ولادو حتى شي ولادو باقي صغارين ما عرف يفيقو بالليل يجلس تما عاد يجي مورايا انا ما عرف البلاصه نمشيو انا وياه فهمت صافي صافي. دابا نلبس عليا شي قميصه وشي صروال نتسنى هاد الشعر هذا واش نشوكو ولا نطلعوه ولا نهبطو ولا نعملو شي شوار
اولا كيما جات ياك حنا ما نتزوجوش يا خي ديالي، حنا ماشي غير نحضروا السابع العرس. شنو هو العرس ولا السابع؟ لبسوا كيما كان راسي مخشيين فوط على انو الشيشوار راه مزيان. انا ما تشين ندير الشيشوار، ولكن اليوم ما نديرو الشيشوار مع ناسي الشيشوار. والو ما جاش معايا الشعر مشي شوار بنت مشان تصف مع راسي. انا من الجيل، من شويه جيل وساله الله في الزقاز حتى الديبانر فهمتو تحرف الناس يلقى ديباني ويش مي صافي اخي ديال برت قبيت تصبنت البارحه حصري ولايده و سبردينا وساله طوطه لي ما جو ساعد شو انت عايش و عايش فهمتي طيك من اليوم بغ عندي واحد بابيو انا بابيو هاند الخاوه ديالي حق الله ما نعرف الخاوه كان بان فشكال كان بان تشاتشي اللوكه كيجيني شي بان اللوكه بابيو قيل فيا حمانضه وقيل بابيو غادي نزولو ولا شنو كيعيطوا له بابيو اخي كاين واحد في الكحل بيمشي واحد في الكحل هو وهذا اخي ما نعرف شنو زعما انا ماشي نجوج الخاوه باش نعمل هذا قيل نزولو ولا نمشي به هاني اللي معروطي بشي بات بابيو ولا نزولو نزولو واقيلا ايوا ما عجبنيش راسي صافي نمشي بيه ماكن نتسناو دابا السعداني هاي 9:30 دابا كنا كنقول لكم مغربي عندكم المغربي في السعداني ما عندهمش الكلمه واحد المثل كيقول السعداني واحد المثل شنو كيقول بسبانيولي واحد المثل كيقول انتيس دي لاورا نو اس لاورا ديسبويس دي لاورا نو اس دي لاورا لاورا اس لاورا كيقول لك ساعه قبل ساعه ماشي ساعه وساعه مور ساعه ماشي ساعه الساعه هي ساعه ما عندوش كلام اخر ديال راه حنا بقاو جالسين هنايا خصنا شي تسكن باش قمي تشخص نبقاو جالسين هيد ما تنعشش فهمت تبقى جالس هيد وما عملت شي تبلان شي انا عجبت تم ديك الميري وتصبت هاد اليوم ماشي تبع الميري وجبت تاو الثروه المقطعه هو فين هو كامل لقيطاتي الجميله شنو خصك بوينو دابا نتسناو السعداني يجيو نتحركوا فين هو ثلاثه دقائق عندي ثلاثه دقائق اللي كنت حدب دابا انا تسنيت فوقي خمسه دقائق هو فين هو ما عارف شو ما دابا نبقى مشحط ايدا حدب شوف شكون اللي جاي يونسني في الباب انا جالس هنايا في الباب شكون اللي جاي يونسني اجي انا نمشي ونجي على القاز هاد اليومين خرجت لي الزنقه جاري موراها صاحبي هنا انا فتحت الباب بالعاني زعما بس جلست حدا الباب وهي علقتني مشيت تحت واحد الطوموبيل كتفاهم مشيت جبت لها الماكله من فوقي حيت كان مقربا عندي غير بالماكله هيدا عاد جبتها وتسكنت عليها القهوه شو بارت طلع تهم باغي تخرج ساعة قبل ساعة ماشي ساعة ساعة مور ساعة ماشي ساعة السعداني كيبقى السعداني ها هو السعداني جا تقولو شي ما عندو شي كلمة اخي تقولو شي ما عندو شي كلمة اخي ايه السعداني دبر على راسو وي خاي السعداني خي ديالي ما عندك شي كلمة اخي ايش من معطلين فين اخوة هنيا احنايا واخيرا السعداني اللي ما عنده شي كلمه جا مورانا اخي ديالي مبروك ما تزاد عن العرس ماشي ديالك العرس ديالي انا قال السعداني عاد تزوج اليوم عاد يعمل العرس اخي وبوينو دابا الحمد لله اخيرا اخي جا مورانا مسكسف بالله خلي هذا ندوز خدام ولا هذا كنخدم به فضحنا صح فضحتينا صح فضحنا هذو الحوايج ديال الخدمه والله العظيم انا كنخدم بهم انا انا كان عندي ما عنديش الحوايج اخي ديالي انا كيشريو لي ما كنشريش ياها السعداني جيتي انيقه الله يرحم والديك اي والله صحه العرس ديال بنت خا ديال محمد عرضنا مسكين عندنا عزيز وحنايا عند حنايا عنده حنا عزيز وعرضنا مسكين قالنا ضروري باش تجيو ايوا نمشيو نفرحوا معاه واحد شويه شوفوا الاجواء الا قدرنا نصوروا لكم داك الشيء من داخل العام قدروا ما نقدروش كنحترموا الناس حيت اش غيكونوا تما يعني العائله ديال محمد والعائله ديال العروس حتى هما ولهذا قدرنا نصوروا شي قدرنا نصوروا وقدرنا نصور لكم على الاكلي انا في يد جاخه
كليتي محمد قال لي ما تاكلش تقلع علاش يا محمد توقع لي شي قلبي يا محمد طال على راسو حديده الخاوي ديالي هادي لصقتي لي الاودي ودبرتي هادي ملعق ندم دائما يفهم قوده عليه حق جات معك الخاوي ديالي اي والله الا جاتك حامقه غادي الحديده السعداني اللي دبرها ضد وكتشي بالدار كتجيني مازوتني الله يلا انا باقي ما عمري الشاخ يلا اليوم الله يلا بي بيني لك ها عارفه كاين واحد الكاميرا هنايا عاد عدلوها هادشي حق ما تخلعناش توقفناش قلبنا اخي وينو دابا سوف نذهب الى العراسيه لكي نعرس ونشطح وناكل ونحشو في وجهنا جيتي انيق هكذا الخوتي حق الله يا لطيف انا عندي الشك في راسي كنقول ما جيتش انيق لا مزيان صح حوايج الخدمه صح كيضحك عليا والله يا حوايج الخدمه هذوك نخدم بهم مره مره كنخدم سرباي وملي جبرت وما عندي ما نلبس اخي تمشي نمشي الله يا اخي لا كتبدا من هنا الكاميرا تريلر كتبدا من هنا دابا يشوطوا كاع حطيت التليفون هنا ماشي بالعاني جبرت وتصرجا ها هي طلع تما ديال الام تاع حطيتو تما التليفون كايتصرج اخي خلعت هنا السعداني كسبيع الغبره ايوا اللي بغى شي حاجه حطيتي كسبيع الغبره الخوار شحال شحال مش تاخ والله العظيم لا وقف لي قلبي كسار عليها واحد كسيراتو لطيف شنو هذه الام ديال الام الام 4 الام ام 4 بي ام ام 4 راه الا كتخلع الله يرزقنا قل امين امين رزقنا بشي وحده الا لحقناها معاه من فهاد بلجيكا ها كتشوفوا جينا ولا كتشوفوا شنو طابلو اش من طابلو لا هو فجاجه دير اش من طابلو لا ما كتشوفوا له فين هو الطابلو كتشوفوا له ولا فجاجه ما كيبان لكش تينك اجي لي قهوه كيبان لك كيبان لك فوسط الدجاجه هذه اش ما يطلوا له ياك وانا عايز نطلع الواء لا اخرت الكاميرا ما كيبانش كيبان لي غير انا اش ما كتعرفك انت هنا باقي كاين واحد الكاميرا هنا 30 اخي محمد هادي وقفك بوليسي يقول لك راه باسبور ولا الرخصه ديال الطياره انا لما تصعيد حمزه لا واحد خايف عزازنا بكري ندوز نمر واحد السيد صاحبنا هنا يا حمزه خرج خرج من الباب اشكون كاين اه خرج من الباب عبد الهادي يلا خرج ها اللي رت شحال هادي في كنا ساكنين اخ حومة السعداني عنصك عنصك الدريري عنصك غنوقف غنوقف قلبي صحتك واو صاحبي شي جميلة صاحبي انا فرحان انا فرحان ساكن صايق بي ام انا فرحان كنجرب الحديدة ديال السعداني اخ كنكسيري قلبي كيضرب صاحبي الا كنكسيري قلبي كيضرب هادي الموطة دخل من قدام اه دخل قلب قلب سيدي عمر اخ يا واخ صم يا لطيف اخوتي عمري في الحديده الضو بحال هادي كتخلع صح والله العظيم الا كتخلع والله ينزق بصحتك اخي السعدان شنو اه بصحتك تستاهل كل خير السعداني يا اخي مرحبا بكم في بلادكم العقيف البيصل العرسيه هنا يا اخي المغاربه يا محمد القاعه ديال المغاربه دابا غندخلوا اخي جات هنايا في الجهه ديال الليل دابا غندخلوا نشوفوا العائله ديال السي محمد ساعد الاكل دابا اخي غنصوروا الماكوله تبارك الله شنو هذا الجداد اخي ولا اللحام اللحام الفريزه اخي صحتكم اخي الشوط الثالث نعم سيدي بسم الله قول اخي بس شموجي قول هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم خرجنا يضرب فينا بالداخل كاين قران الجهه ديال الرجال فيها قران وكيعطيو الدروس جي هاد نسم بالفلا يا اخي اشطح والرضيحه هاي العرس كان في الصباح هيك عايش في الصباح
الصباح كانت بلبلة وبنغالا وخرجة واليوم كاين دابا كاين غير العشاء. اي والله حنايا واقفين هنا. هاي شبيشة بيبا خاوة ديالي غبرتي علينا مع الوقت. يا هبا بينو دهيشام تبارك الله شوي وعمشي بحالنا. لا لا هذا العام احسن. قلت له اذا انت على الصراط المستقيم فاستمر لانه الاسلام اذا ما نسحبنيش وما فرحنيش وما يرحنيش وما يسترديش حياتي وما حببنيش في الناس وما حببش الناس فيا اي اسلام هذا. الاسلام علمك ان تجعل من العدو حبيبا. احنا نجعل من الاحباب اعداء. مصيبتنا هذه على احد الشيوخ قال الدول العربيه يلقاو الناجح يفشلوا هذا من الدول الاوروبيه الفاشل ينجحوا. صافي سي محمد ما جيبوناش البوليس دابا هو البوليس ديروا الدعاء ان شاء الله. ديروا الدعاء سيدي حفظكم الله. سالت العراسي يا عباد الله غادي نمشيو في حنا. ايوا صافي جلسنا قرينا ما تيسر من القران سمعنا واحد الخطبه وخرجنا من الباب شويه. دابا غنمشيو في حنا نشوف حنا للدار. سكات فهاد الحومه يا صاحبي كنتسنى واحد الولد غادي نوصلو معايا ساكن في الجهه ديالي وغادي نمشي في حالي. دابا كنتسناه يخرج. سكات فهاد القاعه هادي عاملين عليه مايده صح منوع الغناء وكذا كيجيو بوليس هيك يخرج شي واحد من الزنقه هيدا كيقول لنا الله يرحم والديكم سكتوا حيت البوليس كيجيو كذا كيعمر عليهم دابا ساعه فهمت اللي ما كيعملوا عملوا الدقه مراكشيه بحق مخبع لداخل عند النساء وصافي. حنا لا حنا ما عملنا لنا والو. حنا كان رفقي تمايا كيخطب بعض الدروس الدينيه حتىش العرس شويه محتارم فهمت ما كاينش الشطاح اللي يحب البهلاء وكذا وكل هراج كل واحد وكيفاش كيعمل العرس. كاين اللي كيعجبو الشطاح ويغني وكاين اللي كيعمل ديك العرس ديني هيدا دير الفقيان ولا الطلبة. حق داز مزيان صراحة تعشينا مزيان وتغدينا مزيان وفطرنا مزيان جمعنا كلشي صافي. دابا كنتسنى واخا ديالي واحد السيد يخرج نديوه في يدنا. ايوا نشوف حنا السعداني مشى فحالو دا وليداتو مراسو مشى فحالو اخي وانا بقيت هنايا شبر الطريق. كتسناني هي كتشم الريحه ديالي كتعرف شني شيرات لي بيدك سلم عليا وعلى تعزاك شم راجع عايز كتفشش اخ انت كتفشش كو سما قلت طاسه جديده دابا هادي بردت لها كول كول. يا الله يا عباد الله يا سواح يا الله يا عباد الله انا وصلت للدار دابا غادي نصلي بالعشاء بقى علينا والمغرب الله ينعس الشيطان جمعنا ومالينا ونتكاو ان شاء الله غدا نضرب شي دوره من هولندا في الصباح عندي شي شغل في هولندا وصافي عباد الله خلينا لكم على خير. شفتونا وشفناكم ما تنساوش شي تعليق مزيون ما تنساوش التعاليق مهمه واللايكات مهم انتما كيطلعوا القناه وكيطلعوا الفيديو باش يشوفوا انا صاحبي. يلا تبارك الله عليكم. السؤال ديال الحلقه هو شكون اللي فيكم مجوج وشكون اللي ما في اي حلقه دابا في الاخر ديالها بقى نطرح عليكم واحد السؤال وجاوبوني بصراحه. السؤال ديال الحلقه شكون مجوج وشكون ما مجوجش. انا مطلق. يلا تبارك الله عليكم سماعكم.